صباح الفل يا جماعة، أنا في تونس ومعايا صوت تونسي جميل جدا، وفاء الحرباوي. عسلامة، مرحبا سلام، بيكم. كيفك؟ الحمد لله، لاباس. شحوالكم انتوما؟ ازيكم؟ ازيكم؟ انت بتعملي ايه في ايام قرطاج؟ يعني انا فنانة تونسية شاركت في ايام قرطاج الموسيقية بمشروع اسمه بين البينين، ومن الحاني ومن كلماتي نغني ونعزف جيتار. اوكي، كلمينا اكتر عن مشروع بين البنين، لنوعية الموسيقى وبتقدم الاغاني ايه؟ طبعا لموقع في الفن في مصر. نوعية الموسيقى خليط ما بين الالكترو والاكوستيك. شنو سألتني اخر؟ بتتكلم عن ايه في المواضيع؟ نحكي على المواضيع اللي نجمو نعيشوهم في يعني في سير الايام، في مجمل الايام، على الستريس، على الوقت، على انفصام الشخصية، لا مش انفصام شخصية، على الأحساس ما بين بلدين، ما بين زوز أحاسيس، ما بين زوز يعني زوز طرق، ما بين رابين. على أساس إن أنت تونسية بس مش عايشة في تونس، صح؟ يعني أنا عايشة في باريس عندي 10 سنين توا. عايشة في باريس يا جماعة، حاسة بالغربة مش عارف إزاي. والله تونس متوحشة برشا. أوكي، الألبوم ومصر زايدة، إن شاء الله نجيب حذاكم. ده سربرايز يا جماعة، هتيجي مصر قريب إن شاء الله هنعمل على كده. الألبوم كان كام أغنية؟ الالبوم ان شاء الله باش يكون فيه، كنت خرجت ميني البوم تلقاوه على اليوتيوب فيه 5 اغاني، وتوا قاعده نشتغل على الالبوم القادم الثاني اللي باش يكون فيه 10 اغاني. ده البوم كبير بقى مش ميني البوم. اي البوم كبير. اوكي، ايه اسم المقترح وهينزل امتى؟ الالبوم مازلنا ما قررناش الاسم بتاعه، اما باش نبداو نخرجوا فيه بالسينجل. السينجل من شهر نوفمبر ان شاء الله. اول سينجل اسمها ايه؟ انت قلتها لي فقوليها للجمهور. هذه هي الدنيا. هذه هي الدنيا. وفاء الحرباوي، انت بتعمل حفلات في اوروبا؟ نعمل حفلات في باريس، وبعيد زاد شويه على باريس، بصفه عامه في فرنسا، وتو باش نحاول نكون موجوده اكثر في تونس. زاد عملت حفلات في تونس، وان شاء الله في العرب العربي على قريب. ان شاء الله مصر نتمنى، وان شاء الله شفت المغرب كمان ان شاء الله. ان شاء الله ويت بليجر. عايشك عايشك. ممكن تقول لنا كوبليه من بين البنين؟ اوكي. ما بين الفلوس والوقت جريت وضيعت الوقت، ما بين الدار والخدمة ما خلطت للطعن قدمها، ما بين الناس والدين مخي تقسم في اثنين، قطع بين البنين ما عارف روحي ماشي فين، قطع بين البنين وراها تبسيمة قلب حزين، قطع بين البنين ما عارف روحي ماشي فين، قطع بين البنين نكمل في حياتي ما بين نهاري. الله يوفقك، شكرا جدا ونشوفك قريب ان شاء الله.